لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الذي رضي عن عباده من اليسير من العمل وتجاوز لهم عن كثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته للواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هدي إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فقبل أن ندرس يعني سويا رسالة إعلان النفير على غلاة التكفير، أقول ينبغي أن نستشعر يعني فضل الله عز وجل علينا في أن هدانا لمنهج يعني أهل السنة والجماعة، وكما قال ابن أبي شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يوفقه الله إلى صاحب سنة يحمله عليه. لأن الإنسان إذا اتجه يعني إلى الدين وقلبه فارغ، فيمكن أن يملأ هذا القلب الفارغ بأي فكر، وعنده عاطفة ولكن ليس عنده بصيرة ليس عنده علم، فيمكن أن يقع في أيدي من ينتسب لهذا الفكر الخاطئ، فكر التكفير، كما وقع كثير من الشباب المتحمس للإسلام المحب للدين، ولكنهم للأسف وقعوا يعني في أيدي هؤلاء فملأوا قلوبهم بشبهاتهم. و يعني حتى يعني كنت شفت في بعض القنوات الفضائية أن واحد ممن ينتسبون إلى داعش يعني قتل أمه بنفسه وفاكر نفسه أنه عمل بطولي، وكان السبب أن أمه طلبت منه أن يخرج من الرقة، فأبلغ أميرهم بأن أمه طلبت منه أن يخرج من الرقة، فحكموا بكفرها ومبالغة في تنفيذ يعني حكم الردة، خلوا ابنه هو الذي يقتلها. فمع أنهم كانوا على عبادة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم، ثم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السام من الرمي. وما تغني عنهم هذه العبادة الكثيرة، وهم يعني يستحلون دماء المسلمين ويقتلونهم. فنقول يعني فعلا إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فالتوفيق بيد الله عز وجل، وليس الأمر بكثرة الجهد والعبادة والطاعة، ولكن المهم التوفيق يعني. فاجتهاد في سبيل وسنة خير من اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وبدعة. يعني أيضا الإنسان قد يقع في أيدي الشيعة الذين يكفرون الصحابة ويرمون يعني أمنا عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، فينشأ الواحد منهم على بغض الصحابة وسب الصحابة ورمي أمهات المؤمنين يعني بالفحشة هن الطاهرات العفيفات وهن عرض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فنستشعر فعلا نعمة ربنا عز وجل علينا أن احنا فتحنا علينا على أهل السنة، و بفضل الله يعني صرنا في هذا المنهج المبارك، منهج أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية
التي نسأل الله تعالى أن يجعلنا يعني منهم. ثم أما بعد، فهذه مقدمة كتابي إعلان نفير على غلاة التكفير، أدلي بدلوي وأرمي بسهمي على هذه الفئة الضالة الباغية التي تخرج على المسلمين بين الحين والحين، تكفرهم وتستحل دماءهم وتعطي الكافرين صورة بشعة منفرة عن رسالة من بعث رحمة للعالمين. وتشوف يعني فعل داعش تلاقي عكس تماما يعني الإسلام الذي هو يدعو إلى الرحمة والرفق والشفقة، فتوفر على أعداء الإسلام جهدهم وأموالهم في التشهير والتشنيع على المسلمين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفكر الخاطئ، وبين صفات الخوارج وبين الظروف التي تخرج فيها هذه المارقة على الأمة وكيف نتعامل معهم. قال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يعني حتى أفتى بعض العلماء بأن قتل الخوارج، قتال الخوارج أولى من قتال الكفار، قال أن في قتال الخوارج حفظ لرأس المال، أما قتال الكفار فهو طلب للربح. طبعا الجهاد هو من أجل نشر الإسلام يعني. وخير قتيل يعني من قتلوا. وصفهم أيضا نفس السنة بأنهم كلاب أهل النار، وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. طبعا لبس عليهم الشيطان بأن هؤلاء مرتدين، فهم أولى بالكفر بالقتل من الإيمان، كفار الكفر الأصل. فتجد يعني الدواعش يقتلون يعني الجنود المصريين في سيناء، ولا يقتلون يعني اليهود الذين هم يعني قريبين يعني منهم. وأيضا كانوا يقتلون المجاهدين في سوريا، يعني ما كثير من المجاهدين قتلوا على أيدي الدواعش. كان في حادثة حتى مشهورة يعني قتل فيها قادة أحرار الشام يعني حوالي 50 واحد في ليلة واحدة، وكان الذي قتلهم واحد ينتسب إلى هذا الفكر الخاطئ، فكر التكفير. ظهروا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على حين فرقة، دائما تظهر الخوارج على حين فرقة. يعني هم ظهروا أول ظهور لهم كان على حين يعني قتال معركة صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وأيضا ظهروا في العراق على حين فرقة في العراق وتفرق، وفي سوريا على حين فرقة، فهم يظهرون على حين فرقة. وتقاتلهم أولى الطائفتين بالحق، وقاتلهم أولى الطائفتين بالحق والخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فبين علي رضي الله عنه حكمهم. شوف كلام سيدنا علي رضي الله عنه، هو كان أول يعني من قاتل يعني البغاة، وذلك يقول أنا الذي علمت الناس قتال أهل البغي الذين يعني ينتسبون يعني إلى الإسلام، ولكنهم يعني يقاتلون ليس على كفرهم ولكن على يعني بغيهم وعلى فسادهم وإفسادهم. قاتلهم علي رضي الله عنه بالنهروان، وقف على العلامة التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم، وبقيت منهم بقية يخرجون على المسلمين في كل زمان، لهم أسماء متعددة قديمة وحديثة، فهم المحكمة والأزارقة والنجدات والإباضية، وهم جماعة تكفير الهجرة والتوقف والتبين، وأحدث أسمائهم داعش، يجتمعون على فكر واحد وعقيدة واحدة. تجد نفس السمات ونفس الأفكار ونفس العلامات التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم. عانى منهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم ولم يسلموا من بغيهم، قتلوا الخليفة الراشد وعثمان بن عفان رضي الله عنه بدعوى أنه يحابي أقاربه، حتى لو فرضنا جدلا أنه يحابي أقاربه، فهل هذا يحل دمه؟ هو طبيعي أي واحد بيتولى الحكم بيجيب أقاربه، مش على سبيل المحاباة، على سبيل يعني أنهم يعني يحمون يعني ملكه وهو أعرف بهم وهم أقرب إليه. فأي واحد بيتولى منصب معين بيأتي بأقاربه إذا كانوا كفر. فقتلوا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه بدعوى أنه يحابي أقاربه، وقتلوا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، حاولوا قتل معاوية وعمر بن العاص، ولا تزال الأمة تعاني منهم حدثاء الأسنان صغار السن يعني سفهاء الأحلام يعني العقول، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فوجب على الدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة، والذين يسيرون على منهاج النبوة أن يحذروا منهم، أن يحصنوا شباب الدعوة وعوام الناس من شرهم. بيّنت في هذه الرسالة إعلان النفير على غلاة التكفير من هم الخوارج وما هي أسماؤهم، وبيّنت صفاتهم وما بينه وبين الشام من التوافق والمخالفة، وكيف خرجت الخوارج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وقصة مناظرة يعني حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس لهم. كان بيّنت عقيدتهم وشبهتهم في تكفير فعل كبيرة
رددت على شبهتهم، وما هو حكم العلماء في الخوارج؟ هل هم كفار يخلدون في النار ويعاملون معاملة الكفار، أم أوساط بغاة قتلوا من أجل فسادهم وإفسادهم واستحلالهم لدماء المسلمين ودفع شرهم؟ وذكرت أدلة حكم من لم يحكم بكفرهم، وبينت شيئا من شجاعتهم المتهورة وزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة. طبعا الإنسان ما يغترش بهذه الشجاعة لأنها في غير موطنها. وذكرت مشاهير زعمائهم، وبينت فكر الخوارج ومنهجهم في الخروج على الحكام والإمامة، وذكرت أسباب ظهور خوارج العصر وهم الدواعش، وما هي شبهاتهم التي يتعللون بها في تكفير المسلمين واستحلال دمائهم. وختمت بذكر الأدلة من كتاب السنة على تعظيم حرمة دماء المسلمين، ودعوت الله عز وجل أن يتقبل رسالتي وأن يجعلها في ميزان حسناتي وأن ينفع بها المسلمين ويحفظ بها شباب الدعوة من الوقوع في بدع المضلين وشبهات التكفيريين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.